في وسط الغيابات الكبرى التي يعاني منها الزمالك، باتت المرونة التكتيكية ودور الجوكر واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها جوزي جوميز المدير الفني. وتترقب الجماهير نجاحها بقوة للاعبين في أداء أدوار مركبة واللعب في مراكز جديدة قديمة، سعيا وراء العودة من غانا بنتيجة إيجابية يحسم بها الزمالك أمام دريمز بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية. ويملك الزمالك العديد من اللاعبين أصحاب الأدوار المركبة، فهناك ظهيره التونسي حمزة المثلوثي الذي بات من أفضل المدافعين بعد سنوات في مركز الظهير الأيمن، وهناك السنغالي إبراهيم ناداي لاعب الوسط الهجومي الذي يظهر الآن في مركز الظهير الأيسر، ويظهر أيضا أحمد حمدي صانع الألعاب المصنف حاليا في الكونفدرالية لاعب وسط مدافع وصخرة في الارتكاز، بالإضافة إلى شيكابالا كابتن الفريق الذي يجمع بين دور الجناح الأيمن تارة وصانع الألعاب تارة أخرى. وهناك سامسون أكينيولا بين مركزي رأس الحربة والجناح الأيسر، وهناك محمد شحاتة اللاعب الجوكر في الوسط. ويسعى الزمالك للاستفادة بشكل كبير جدا من كل إمكانيات لاعبيه في تأدية الأدوار المركبة واللعب في مراكز جديدة قديمة لمواجهة النقص العددي في ظل الإصابات والغيابات التي ضربت صفوفه في الفترة الأخيرة بشكل مفاجئ جدا. والعودة من غانا بنتيجة إيجابية يحقق خلالها الفوز أو التعادل الإيجابية مع دريمز وحصد تأشيرة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.